قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده ستزيد إنتاج الطائرات من دون طيار إلى 1.4 مليون هذا العام لضمان انتصار القوات المسلحة الروسية في أوكرانيا بحسب تعبيره. Я хочу сказать большое спасибо руководителям и сотрудникам предприятия за качественную и надежную технику. В том же направлении работают и многие другие организации ВПК, чья продукция также хорошо зарекомендовала себя в ходе специальной военной операции. Всего за 2023 год вооруженные силы было поставлено порядка 140 тысяч беспилотных аппаратов различных типов. В текущем году выпуск беспилотников планируется увеличить в разы, ну а если сказать поточнее, практически в 10 раз. رغم التحذيرات الروسية، أعلن الاتحاد الأوروبي عن إرسال 160 مليون يورو من الأصول الروسية المجمدة إلى أوكرانيا. And today I can announce that we will make an additional amount of close to 160 million euros available for this winter. This includes 60 million euros in humanitarian aid for shelters and heaters, for example. And it includes around 100 million euros for repair works and renewables. And these 100 million euros come from the proceeds of the immobilized Russian assets in the European Union. Because it is only right that Russia pays for the destruction it caused. We know that more is needed, so we must keep transferring part of the proceeds from immobilized Russian assets to Ukraine's energy resilience. ست من المقاتلات الأمريكية F-16 يعتقد بأنها قد وصلت بالفعل إلى أوكرانيا على أن تتدفق عشرات المقاتلات من نفس الطراز لاحقا، لكن هل ستكون منظومة الدفاع الجوي الروسية وحدها العائق أمام عمل تلك الطائرات قرب الحدود؟ الدنمارك وهولندا وبلجيكا والنرويج وعدت أوكرانيا بتسليمها نحو 80 من هذه المقاتلة الأمريكية الصنع F-16. ست منها يعتقد أنها تحلق في الأجواء الأوكرانية حاليا في ظل سرية كبيرة تحيط بهذا الحدث خوفا من استهداف روسي للعنابر. 4500 كيلومتر نطاق عمل مقاتلات F-16، وستتمكن من الاشتباك مع الأهداف الجوية ضمن نطاق 180 كيلومتراً. نظراً لقدرة رادارها AN/APG-66 على رصد نحو 20 هدفاً في الوقت نفسه، يمكنها أيضاً إسقاط العديد منها في الوقت نفسه في حالة هجوم بالمسيرات أو الصواريخ الذكية والباليستية أو المروحيات أو المقاتلات الحربية. رغم القدرات العالية لهذه المقاتلة، بيد أن استغلالها في التصدي للغزو الروسي مهدد في ظل حاجة الطيارين الأوكرانيين إلى فترة طويلة من التدريب، عدا عن حاجة أوكرانيا إلى منشآت صيانة خاصة بهذه المقاتلة وحمايتها من الهجمات. ليس ذلك فحسب، المقاتلات الروسية الحديثة من طراز Su-35 وSu-57 تشكل تهديداً كبيراً نظراً لقدراتها المتقدمة من ناحية صواريخ جوجو التي يمكن إطلاقها من داخل أجواء روسيا. ومن الصعب على المقاتلة F-16 الاقتراب من الحدود الروسية أو حتى من شبه جزيرة القرم مع نشر روسيا أقوى دفاعاتها الجوية S-400. هذه المنظومة لديها القدرة على تتبع 300 هدف في الوقت نفسه على بعد 400 كيلومتر وضرب 36 منها ضمن مدى 250 كيلومتر باللحظة نفسها، وهذا ما سيعرقل عمليات المقاتلة الأمريكية قرب الحدود. يسميها الروس بريفستنيك 9M-730، ويطلق عليه حلف الناتو اسم سكايفول SS-CX-9. إنه أحدث الأسلحة النووية الروسية قيد التطوير. الصاروخ من طراز كروز، وهذا ما يميزه. يعمل بريفستنيك بمحرك نووي مما يمنحه مدى غير محدود وقدرة على البقاء في الجو لفترة طويلة، بما يعزز وصوله إلى أي هدف. الصاروخ مزود برأس حربي نووي، ما يرفع قوته التدميرية ويجعله جزءاً من الردع النووي الروسي. بفضل سرعته ومداه اللامحدود، يمكن لصاروخ بريفستنيك تجنب أنظمة الدفاع الصاروخية التقليدية، مما يعزز قدرته على اختراق الأنظمة الدفاعية للخصوم.
يمكن للصاروخ أن يستهدف مجموعة واسعة من الأهداف بما فيها البنية التحتية الحيوية والمواقع العسكرية في أي مكان على الأرض. يعتقد أن الصاروخ يتمتع بميزات تخفي متقدمة ويمكنه الطيران على ارتفاعات منخفضة لتجنب الكشف بالرادار، مما يجعل اعتراضه صعباً. تجدر الإشارة إلى أن تطوير هذا الصاروخ يواجه بعض التحديات منذ عام 2018 تشمل مخاطر السلامة المرتبطة بمحركه النووي، وهو ما يثير قلق بعض الخبراء الغربيين بشأن إمكانية وقوع حوادث إشعاعية. في 22 من يناير من كل عام تحتفل روسيا بيوم طياري مقاتلات الدفاع الجوي. هذه المناسبة تكون لاستعراض الترسانة الجوية والكشف عن أحدث الطائرات الاستراتيجية والتكتيكية وطائرات النقل العسكري فضلاً عن المروحيات. فأسطول الطائرات المقاتلة الذي يتباهى الرئيس الروسي بامتلاكه يتضمن أكثر الطائرات قدرة على المناورة، وهي الشبح أو اسمها العسكري سوخوي 57 التي تحمل أسلحة فائقة التطور. المقاتلة سوخوي 27 متعددة المهام من صنع الاتحاد السوفيتي. المقاتلة ميغ 29 تتمتع بقدرة على حماية الطائرات الحربية الأخرى مع دقة في إحراز ضربات على الأرض. من العائلة نفسها ميغ 31 الاعتراضية، وهي أساسية في تشكيلة القوات الجوية الروسية التي تم تزويدها بصواريخ كنجال الباليستية القادرة على التحليق بسرعة تزيد على 10,000 كيلومتر في الساعة. ميغ 31 سيتم تحديثها مستقبلاً لتصبح ميغ 41 التي يمكن اعتبارها طائرة اعتراضية جو فضائية، أي يمكن استخدامها لإسقاط أهداف فضائية في مدار الأرض المنخفض. أما حمل الرؤوس النووية والتقليدية فهي من مهام المقاتلة 260. في المركز الثاني عالمياً ويوجد في 5 مسطحات مائية. الأسطول البحري الروسي، أو ما كان يسمى بالبحرية السوفيتية لكن مع نهاية تلك الحقبة تحول لبحرية كومنولث، ومن ثم حمل في العصر الحالي اسم القوات البحرية لروسيا الاتحادية. قدرات خيالية للأسطول الروسي، فهو يتكون من 603 وحدات بحرية من بينها حاملة طائرات واحدة و15 مدمرة و11 فرقاطة و86 كورفت، وهي سفينة حربية تمتاز بالسرعة والمناورة. تمتلك روسيا رابع أضخم قوة غواصات في العالم، تضم 64 غواصة إضافة إلى 55 سفينة دورية و49 كاسحة ألغام بحرية. على أكثر من مسطح مائي تتحرك السفن الحربية الروسية، فهناك أسطول بحر الشمال الذي يقع مقره وقاعدته الرئيسة في سيفيرومورسك، وهو مكلف بالدفاع في بحار القطب الشمالي وتقديم الدعم للقوى النووية الاستراتيجية البحرية كما ونوعا في مواجهة أساطيل حلف شمال الأطلسي، ويضم ما يقرب من 41 غواصة مختلفة و38 سفينة حربية متنوعة وحاملة طائرات الوحيدة العاملة لدى روسيا المارشال كوزنيتسوف. إلى المحيط الهادئ حيث أسطول روسيا حاضر هناك وينتشر في مواجهة الأساطيل الأمريكية واليابانية والصينية ومقره فلاديفوستوك، ويضم ما يقارب 50 سفينة متعددة المهام و23 غواصة مختلفة. أما أسطول البلطيق فمركز قيادته في كالينينغراد، ويضم ما يقارب 55 سفينة حربية وغواصتين، وتتميز هذه المنطقة بكثافة خطوط الملاحة الأوروبية عبرها، وكانت تشكل محور اهتمام روسيا خلال فترة الحرب الباردة وحتى اليوم. من البلطيق إلى البحر الأسود، هناك أسطول روسي يضم ما يقارب 47 سفينة حربية مختلفة وست غواصات هجومية، ومركز قيادته في شبه جزيرة القرم، وتوكل إليه مهمة تأمين حدود روسيا الجنوبية. كما يوجد أسطول آخر صغير في بحر قزوين، وهو يضم 15 سفينة سطح مقاتلة، منها فرقاطة للصواريخ الموجهة وست سفن إنزال وخمس كاسحات ألغام، مركز قيادته في أستراخان، واستخدمته موسكو لشن هجمات على أهداف لتنظيم داعش في سوريا.